نواصل تقديم النشرة ونصل إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. مرحبا باسل. شكرا روزي. تفضل. وأهلا. أهلا بكم. نبدأ من بيروت، حيث جمع لقاء في غرفة بيروت وجبل لبنان وزير العمل سجعان الأزي بالهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية، حيث شدد الجميع على إقرار السلسلة وإصلاح الضمان الاجتماعي. تقرير والتفاصيل. شدد وزير العمل سجعان أزي على أحقية سلسلة الرتب والرواتب شرط أن تدرس بشكل عميق وأن يتم إيجاد مصادر تمويل لها دون التأثير في مالية الدولة أو اللجوء إلى فرض ضرائب مرهقة، وإلا لن يستفيد العمال من زيادة الأجور التي سيأكلها ارتفاع الأسعار والتضخم. كلام أزي جاء خلال لقاء نظمته معه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان حول ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسبل إصلاحه، بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ورؤساء الهيئات والنقابات الاقتصادية والعمالية. أزي أكد أن الضمان يتطلب إصلاحا حقيقيا، ليس فقط وقف الفساد، إنما أيضا استكمال مكنناته على مختلف المستويات للحد من التزوير والهدر والسرقة، مشيرا إلى أن التزوير في براءات الذمة كلف الضمان ملايين الدولارات. من جهته شقير قال إنه نظرا للمدى الزمني القصير للحكومة فإن مطالب الغرفة لن تكون كثيرة، مشددا على مطلب ملح وقابل للتنفيذ وهو تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام بخصوص مكننة أعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تحقق المكننة الحقيقية للصندوق والتي تأخر تنفيذها لأكثر من 4 سنوات، آملا أن يتم إطلاق تنفيذ هذه المرحلة بكاملها في عهد الوزير أزي نظرا لمردودها الإيجابي على أصحاب العمل والمضمونين وعلى المؤسسة نفسها. من جهته شماس تناول أيضا موضوع سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا للمؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر الاثنين المقبل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان حول هذا الموضوع، مؤكدا أن الهيئات الاقتصادية ليست ضد السلسلة بالمبدأ بل تعتبر أنها محقة ومشروعة. في بورصة بيروت استقر سوليدر آ عند 12 دولار 90 و